رئيس الوزراء السوداني في القاهرة لبحث تعزيز التعاون مع مصر في مختلف المجالات. تقديرات دولية بتعرض 60% من سكان سوريا لخطر الجوع واحتياج 90% من الأطفال لمساعدات إنسانية. مرور عام كامل على إعلان منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا وباء دوليا. الثانية عشر ظهرا بتوقيت القاهرة، على 10 بتوقيت جرينتش. أهلا بكم إلى هذه النشرة الإخبارية، استهلناها بالإيجاز في التفاصيل. بحث رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ونظيره السوداني عبد الله حمدوك في القاهرة سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات، والبناء على نتائج الزيارة المهمة التي أجراها الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الخرطوم الأسبوع الماضي. ويعقد وفد البلدين جلسة مباحثات موسعة برئاسة مدبولي وحمدوك لبحث تفاصيل التعاون القائم بين البلدين والملفات محل الاهتمام المشترك. كان مدبولي استقبل نظيره السوداني لدى وصوله إلى القاهرة في زيارة رسمية لمصر على رأس وفد رفيع المستوى. يعقد في باريس اجتماع مرتقب بين وزراء خارجية مصر والأردن وفرنسا وألمانيا لبحث تهيئة أجواء استئناف مفاوضات السلام الفلسطينية الإسرائيلية وصولا إلى قيام دولة فلسطينية على حدود الرابع من يونيو 1967. من جانب آخر، عرض وزير الخارجية سامح شكري في اتصال أجراه مع الممثل الأعلى للشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيف بروئيل موقف مصر الداعية للتوصل إلى اتفاق عادل وملزم قانونيا حول ملء وتشغيل سد النهضة، وشدد شكري على أهمية التوصل إلى الاتفاق المرتقب قبل موسم فيضان النيل المقبل الذي أعلنت إثيوبيا أنها ستجري خلال المرحلة الثانية من ملء السد. أعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة أن حكومته ستؤدي اليمين الدستورية الاثنين المقبل في بنغازي وستعمل في كل مناطق ليبيا. وأكد دبيبة أن إجراءات التسلم والتسليم مع حكومة الوفاق ستتم فور الانتهاء من أداء اليمين، وأوضح أن هناك إجراءات ستتم بالتنسيق مع المجلس الرئاسي الجديد برئاسة محمد المنفي ومتابعة من بعثة الأمم المتحدة للدعم لدى ليبيا والجهات ذات العلاقة. من جانبه، دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطوني جواتاريش دعا الحكومة الليبية الجديدة إلى التعاون مع مجلس النواب من أجل تلبية الاحتياجات الملحة للشعب الليبي دون تأخير. كما دعا جواتاريش الحكومة الليبية إلى دفع الاستعدادات للانتخابات الوطنية في 24 من ديسمبر المقبل ومواصلة العمل نحو التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار. وأكد الأمين العام للأمم المتحدة دعم المنظمة الدولية للشعب الليبي في جهوده لتعزيز السلام والاستقرار. رصدت إحصائيات منظمة الأمم المتحدة تعرض 60% من السوريين لخطر الجوع تأثرا بتردي الأوضاع بعد أعوام من الحروب الداخلية التي أنهكت البلاد. 60% من الشعب السوري يواجهون خطر الجوع هذا العام، لذلك هناك حاجة إلى توسيع إمكانية وصول المساعدات الإنسانية. تكثيف تسليم المساعدات عبر الخطوط وعبر الحدود ضرورية من أجل الوصول إلى المحتاجين في كل مكان، ولهذا دعوت مجلس الأمن مرارا إلى التوافق حول هذه المسألة الحيوية. في سياق متصل، قال تيد تشيبان المدير الإقليمي لمنظمة اليونيسيف بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا إنه بعد عقد من الصراع يحتاج ما يقرب من 90% من أطفال سوريا إلى مساعدات إنسانية.
نحو 90% من الأطفال السوريين يعتمدون الآن على المساعدات الإنسانية. كانت هناك زيادة في أسعار سلة الغذاء بأكثر من 230% العام الماضي، ووفقا لأحدث تقديراتنا أكثر من نصف مليون طفل تحت سن 5 سنوات في سوريا يعاني من التقزم بسبب سوء التغذية المزمن. نحو 3.2 ملايين طفل، أي أكثر من نصف عدد تلاميذ المدارس في سوريا، لا يذهبون إلى المدارس، بينهم 40% من الفتيات. أسر تمزق شملها وصعوبات اقتصادية هائلة حصاد مر العشر سنوات من الصراع في سوريا دفع فيها ملايين من الأطفال الثمن الباهظ. مسح جديد للجنة الدولية للصليب الأحمر يسلط ضوء على الثمن الباهظ الذي دفعه ويدفعه أطفال سوريون خلال الحرب التي حصدت أرواح مئات الآلاف وشردت الملايين والحقت الدمار والخراب بالمدارس والمستشفيات. خلال العقد الماضي بحسب تقارير منظمة الأمم المتحدة سقط نحو 12 ألف طفل ما بين قتيل وجريح، بوقع أكثر من 3 أطفال يوميا. وبحسب تقارير منظمة الأمم المتحدة لا يزال العديد من الأطفال السوريين وضعهم محفوفا بالمخاطر، حيث يحتاج ما يقرب من 90% منهم إلى المساعدة الإنسانية بزيادة قدرها 20% في العام الماضي وحده. تقارير المنظمة الأممية تقول أيضا إنه تم خلال العشر سنوات الماضية تجنيد أكثر من 5700 طفل بعضهم لا تزيد أعمارهم عن 7 سنوات، بينما تدمرت بفعل أعمال القتال أكثر من 1300 من المرافق التعليمية والطبية. وللمزيد من المتابعة انضم إلينا عبر الهاتف السيد نادر هكو المفكر السوري. سيد نادر بعد التحية، يعني كيف تابعت كل هذه الإحصاءات التي صدرت عن الأمم المتحدة والتي تصف تردي الأوضاع الإنسانية في سوريا، وما هو السبيل لتفادي حدوث مزيد من الكوارث الإنسانية؟ شكرا للمصريين على تسليط الضوء على الواقع السوري الذي يضرب كابوس المعاناة الكبيرة على كله بالكامل لا يستثني أحد. وأخيرا استفاقت الأمم المتحدة ومن غفوتها وعرفت أن الشعب العربي السوري يعيش تحت وطأة كابوس إجرامي لم تعرفه البشرية سابقا. الشعب السوري لا يستحق هذا التهميش، إنه أمة متكاملة من أعراق تآلفت مع بعضها عبر السنين وشكلت ثقافة واحدة وأنتجت المعرفة والحضارة والأبجدية الأولى التي كتبت من خلالها البشرية علومها وقوانينها. المشهد السوري أكثر من ذلك، التقرير رائع جدا الذي قدمتموه، لكن حسب إحصائيات الأمم المتحدة ليس دقيقا، إنه أصدع بكثير، أن الشعب العربي السوري لا يجد أي شيء ليأكله، يذهبون إلى هنا وهناك ويعانون كثيرا نتيجة هذه المعاناة، إنها مصالح الفاعلة. وإنني أشير إلى معالجة هذا المشهد إلى ما دعا إليه الرئيس السيسي، فكما حل المشكلة الليبية نرجو من الأخوة المصريين وضع كل إمكانياتهم لحل المشكلة السورية، فهم أدرى بمشكلتنا والأقرب إلينا. فالدول المستفادة من الغرباء لا يصنعون لنا مستقبلا، إن الذي يصنع المستقبل هم السوريين. فأرجو من السوريين ومن كل العالم أن يخرجوا من هذه المشكلة بالحل الذي يضعه المصريون، لأنه أقرب إلينا من أي حل آخر. وعلى الغرباء يجب أن يخرجوا ويتركونا لكي نحل مع المصريين حلولنا. أرجو من ذلك قبل أن يفنى هذا الشعب ويصبح سوريا خارجة من التاريخ والغرباء. إن شاء الله تبقى سوريا ويبقى الشعب السوري. لكن سيد نادر، ما هي الخطوات الكفيلة لإنهاء الوضع اللا إنساني على الأرض والذهاب إلى خطوة إعادة الإعمار في سوريا؟ أول شيء، السوريين استفادوا من الدروس المستفادة عبر هذا الأكثر من عقد،
فعرفوا أن الطائفية والعنصرية لا تجدي نفعا، وأن الغرباء لا يصنعون لهم دولة. اثنين، يجب أن يجلسوا إلى طاولة المفاوضات ويعترفوا ببعضهم البعض ويخرجوا من هذه الكابوس الذي يتدخل فيهم الغرباء ويفرضوا عليهم الأشياء ويخرجوا من مصالحهم الشخصية. الثلاثة، لدينا من العلماء السوريين بالإضافة إلى مساعدة الأخوة المصريين يمكن أن نعيد الأعمار بسرعة. فقد تعلمنا نحن سابقا السوريين أننا دائما نخرج من تحت الرماد، وهذا هو ثقافة الفينيق، فلا تخافوا علينا، على إنما نريد منكم أن تدعمونا بخروج هؤلاء الناس من سوريا. صحيح. وترك السوريين للحل، نحن لا ينقصنا شيء. السيد نادر عقو المفكر السوري كنت معنا عبر الهاتف، أشكرك جزيل الشكر. توجهت مئات القوافل التي تحمل المساعدات الطبية والغذائية لبعض المناطق الريفية في إقليم تيجراي الإثيوبي الذين يعانون من الجوع. وفي وقت سابق أكدت الحكومة الإثيوبية أن ما يزيد عن 3 ملايين أو نصف سكان الإقليم حصلوا على مساعدات غذائية، ومشيرة إلى أن تلك المساعدات ما زالت غير كافية. وأكد أعضاء الفرق الإنسانية أن سكان الإقليم لجأوا للهروب إلى التلال في عقاب القتال الواقع بين القوات الإثيوبية وقوات التحالف. أعلن المتحدث باسم قوات الجيش في ميانمار أن المؤسسة العسكرية في البلاد لن تستمر في السيطرة على مقاليد الحكم إلى ما لا نهاية، إنما لفترة محددة ستجري بعدها الانتخابات. من جانب آخر، أدان مجلس الأمن الدولي بشدة أعمال العنف التي ترتكبها قوات الجيش في ميانمار ضد المحتجين على قرار إعلان حالة الطوارئ في البلاد لمدة عام. جاء القرار الذي تبناه مجلس الأمن الدولي في اجتماع عبر وسائل التواصل المرئي بإجماع أعضائه 15 بينهم الصين وروسيا. كما حث مجلس الأمن العسكريين على ضبط النفس، لكن المجلس تجنب حذف عبارات تصف الوضع في البلاد بحالة انقلاب. من جانبها، أعربت تايلاند عن قلقها جراء الأوضاع في جارتها ميانمار، داعية إلى وقف التصعيد وإطلاق سراح المعتقلين والبحث عن حل سلمي للأزمة التي تشهدها البلاد. كدولة جارة لنا ولدينا حدود مشتركة معها، فإننا نتابع ما يجري في ميانمار من تطورات بمزيد من القلق. نشعر بحزن لفقد العشرات لأرواحهم ومعاناتهم المستمرة جراء العنف المتصاعد في هذا البلد الجار. نقدر البيان الصادر عن الأسيان الذي يطالب بوقف التصعيد وإطلاق سراح المعتقلين، كما ندعو من جانبنا جميع الأطراف المعنية بالبحث عن حل سلمي من خلال حوار بناء يساهم في إيجاد مخرج للأزمة المتفاقمة في البلاد. في محاولة لفض حركة عصيان مدني، داهمت قوات الأمن في ميانمار مجمعا في العاصمة الاقتصادية يانغون يضم موظفي السكك الحديدية، وحاصرت مئات المحتجين في حي نورس أوكلابا في المدينة، كما اعتقلت أكثر من 100 بحسب شهود عيان. ورفض أفراد شرطة أوامر بإطلاق النار على المتظاهرين العزل وفروا إلى الهند المجاورة وفقا لما ورد في مقابلة مع أحد الضباط وما كشفت عنه وثائق سرية للشرطة الهندية. ويشارك المئات من موظفي السكك الحديدية في حركة عصيان مدني أعاقت عمل الحكومة وشملت إضرابات للبنوك والمصانع والمتاجر منذ أن أطاح قادة الجيش في الأول من فبراير بحكومة أونغ سان سوتشي المنتخبة. وهذه الحركة تعطل الاقتصاد الهش في ميانمار في ظل مكاتب وزارية فارغة ومدارس ومستشفيات مغلقة ومصارف غير قادرة على أداء عملها. ودعت النقابات الرئيسية إلى توقف كامل للاقتصاد في محاولة لشل البلاد وزيادة الضغط على قادة الجيش. قادة الجيش في ميانمار كانوا قد أصدروا أمرا يقضي بضرورة قيام الموظفين الرسميين باستئناف العمل اعتبارا من 8 مارس الجاري،
وإلا فستتم إقالتهم وسيعرضون أنفسهم لأعمال انتقامية. ونشرت السلطات في ميانمار عناصر من الأمن والجيش في كامل العاصمة الاقتصادية يانجون، وأحرقوا حواجز نصبها محتجون في الأيام الأخيرة، وشكل الانتشار العسكري ردعا للمتظاهرين، وكانت الحشود أقل بكثير. يمر اليوم عام كامل على إعلان منظمة الصحة العالمية اعتبار فيروس كورونا وباء دوليا. وفي هذا الشأن دافع مسؤولون كبار في منظمة الصحة العالمية عن التأخر في التحذير من فيروس كورونا، حيث اكتفى المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم في 30 يناير باعتبار الفيروس يمثل حالة طوارئ تثير قلقا دوليا، إلا أن المنظمة عكفت على إبداء النصائح ومساعدة الدول على مواجهة الوباء الجديد. عام مضى على إعلان فيروس كورونا وباء عالميا، ذلك الإعلان الذي جاء بعد أكثر من 3 أشهر من أول ظهور له في مدينة ووهان الصينية في أواخر عام 2019، الأمر الذي أثار الكثير من الانتقادات لمنظمة الصحة العالمية، والتي يرى كثيرون أنها تأخرت في إعلان الفيروس جائحة عالمية، بينما اتهمت المنظمة بعض الدول بعدم الاستجابة لتحذيراتها. واتهم مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم بعض الدول بأنها تأخرت في الاستجابة، مشددا على أن حالة الطوارئ الصحية أعلنت في 30 يناير عام 2020، وحينها كان قد رصد أقل من 100 إصابة خارج الصين، ولم تكن قد رصدت بعد أي حالة وفاة. وعلى الرغم من مرور أكثر من عام على ظهور فيروس كورونا المستجد، لم يتم حتى الآن التوصل عن مصدر ونشأة الفيروس الذي غير ملامح العالم بأكمله. وفور إعلان فيروس كورونا جائحة عالمية، سارعت دول العالم لفرض إجراءات الإغلاق في محاولة لكبح انتشاره، ما أحدث أضرارا اقتصادية غير مسبوقة. وما زالت العديد من دول العالم تفرض قيودا لمنع انتشار الفيروس، خاصة وأن إجمالي الوفيات وصل لأكثر من 2.7 مليون شخص حول العالم. وبالإضافة إلى الآثار الاقتصادية التي عانت منها دول العالم جراء انتشار فيروس كورونا، كان لتجربة الإغلاق الآثار الاقتصادية أيضا على المستوى الإنساني، حيث كانت تجربة عصيبة داخل البيوت، خاصة على كبار السن والأطفال، كما تأثر صغار السن بشكل بالغ جراء إغلاق المدارس والجامعات. وخلال هذا العام قامت شركات الأدوية العالمية بإنتاج العديد من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، وبالفعل بدأت حملات التطعيم بأنواع مختلفة من اللقاحات في العديد من دول العالم. ويبقى الأمل أن تعود الحياة إلى طبيعتها في أقرب وقت ممكن، على الرغم من التخوفات من استمرار تواجد هذا الفيروس حول العالم. تواصل المراكز الطبية عملها بمحافظات مصر كافة والمشاركة في تطعيم المواطنين أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن، والتي تصل إلى 40 مركز طب أسرة تواصل عملها للتطعيم ضد فيروس كورونا. من أحد هذه المراكز انضم إلينا على الهواء مباشرة من مركز صحة الزقازيق بمحافظة الشرقية الزميل محمد حلمي. محمد، بعد التحية، كيف ترصد لنا المشهد لديك؟ بالفعل محمد، أحدثك من مركز صحة ثاني بالزقازيق، واحد من 40 مركز طب أسرة بمحافظات مصر كافة، والتي تحولت إلى خلية نحل من خلال مقدمي الخدمة للتيسير لتقديم التطعيمات للمواطنين من أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن. دعني محمد أؤكد لك أن حوالي أكثر من 300,000 مواطن من أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن تم تسجيلهم بالموقع الإلكتروني التابع لوزارة الصحة المختص بعملية التطعيم، ليتم توفير هذه التطعيمات في خلال
خلال 48 ساعة من توقيت تسجيل المواطنين على هذا الموقع الإلكتروني. هناك تيسيرات ميسرة خلال إجراءات عمليات التطعيم، كما يتم إجراءات احترازية غير عادية يتم توفيرها خلال هذه العملية. معي الدكتور هشام شوقي، وكيل أول وزارة الصحة بالشرقية. دكتور هشام، كلمني عن الجاهزية وما يقدم من خدمات للمواطنين من أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن خلال هذه العملية. أستاذ محمد، أهلا بك على حضرتك في الشرقية. الحقيقة طبعا يعني احنا الأمور بتاعت التجهيز بتاعت منفذ يقدم لقاح، خدمة لقاح كورونا للمواطنين، أخذ الحقيقة مننا حوالي يمكن شهر ونص كده عشان نجهز ونعمل بروفات على كده، لأن حضرتك عارف إن في خطوط سير لمتلقي الجرعة الأولى ومتلقي الجرعة الثانية، ومقدم الخدمة هنا غير مقدم الخدمة هنا. والحقيقة حضرتك جيت وشفت الدنيا ماشية إزاي الحمد لله، وشفت خطوط السير اللي إحنا بنشتغل بيها الأمنة للمواطن، واللي ما بيسألش حد أنا هروح فين بعد الخطوة الأولانية أو بعد ما سجل أو بعد الإرشادات الطبية اللي بياخدها. الحقيقة طبعا مسار هايل جدا جدا للناس. الحقيقة طبعا انت عارف حضرتك ان في تنظيم في الدولة، ان احنا ناخد الاول، خدنا مقدم الخدمة اللي هم كانوا مستهدفين كفاءة اولى ان احنا نحافظ عليهم، انتهينا منهم 2168 طبيب وصيدلي وتمريض وفنيين، حتى الامن اللي موجود في قلب المستشفيات بتاعت العزل وراغب في انه يتطعم تم تلقيه اللقاح 2168 واحد، انتهينا من تطعيمهم. خدنا المرحلة الثانية، هو بدأنا في المواطنين. الحقيقة النهاردة مكتب صحي الثاني قدم الخدمة في مجرد انطلاق مبادرة فخيمة رئيس الجمهورية الخميس اللي فات. النهاردة لحد الساعة اللي أنا بكلم حضرتك فيها 412 مواطن ومواطنة تلقوا اللقاح. مجرد ما بيسجل أو بيدخل على الموقع بيجيله رسالة باليوم والساعة اللي هيجيلنا فيها. احنا متواجدين. عايز اقول لحضرتك على حاجة، ان في حرص من المواطنين على ان هم يتلقوا اللقاح اللي هم تسجلوا مرغبين. والله احنا بنلاقي ناس جايين لنا الساعة 7 الصبح من يعني دقابهم على ان هم ياخدوا اللقاح وكده. حضرتك شايف وسألتهم خلاص والدنيا ماشية ازاي. اعتقد ان انا يعني من خلال حضرتك بقدم الشكر لكل مقدم الخدمة اللي الحقيقة ما بيقلوش جهد في ان هم ياخدهم بايد الناس اللي موجودين. حضرتك عارف ان هم اغلبهم من كبار السن ومن اصحاب الامراض المزمنة، فاهلا بيهم دايما في على ارض الشرقية في صحة تاني بلدهم. الحقيقة اللي احنا بنقدم لهم الخدمة ومتواصلين معاهم، وحتى اللي بيبقى عنده مشكلة احنا بنتواصل مع الوزارة عشان ندخل على السيستم مرة اخرى ونحل له مشكلته، ودي توجيهات معالي الوزير. دعني أؤكد لك محمد أن هناك إجراءات احترازية تتم غير عادية هنا في المركز وغيره من 40 مركزا على مستوى محافظات مصر، من خلال التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات وكذلك اتخاذ الإجراءات الوقائية وفقا لمعايير الجودة العالمية خلال عملية التطعيم. هناك قبول واستحسان من قبل المواطنين من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة خلال عملية التطعيم لما يقدم لهم من خدمات ميسرة خلال تلك العملية الفاعلة التي تؤكد حرص الدولة المصرية على مواجهة هذا الفيروس المستجد بشكل واقعي. معك محمد. شكرا لك محمد حلمي. سجل أحدث مؤشرات وزارة الصحة للإصابة بكورونا 645 إصابة جديدة بالفيروس و46 حالة وفاة أمس الأربعاء. وأفاد المتحدث باسم الوزارة الدكتور خالد مجاهد أنه تم خروج 500 متعافي من الفيروس من المستشفيات ليرتفع إجمالي عدد المتعافين إلى أكثر من 146 ألف شخص. يلقي الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم خطابا يتناول خلاله الإجراءات التي اتخذتها إدارته للتعامل مع فيروس كورونا المستجد. كما يستعرض بايدن التقدم في حملات التلقيح ضد الفيروس والتي تسير بوتيرة سريعة في محاولة لاحتواء الجائحة التي أودت بحياة أكثر من 525 ألف أمريكي. كما يتناول بايدن في خطابه خطته لإنقاذ الاقتصاد الأمريكي التي تبلغ قيمتها 1.9 تريليون دولار، ومن المقرر أن يوقعها غدا الجمعة بعد اعتمادها من الكونغرس بمجلسيه. طلب وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الصين بإثبات عدم تورطها في ارتكاب جرائم إبادة جماعية ضد بعض الطوائف التي تمثل أقلية في البلاد. أعتقد أنه من المهم للغاية أن تثبت الصين أن لا شيء سيء يحدث على أرضها،
وأن تمكن المجتمع الدولي والأمم المتحدة من معاينة الأوضاع على أرض الواقع. وأعتقد أيضا أن هناك سلسلة من الأمور العملية المهمة للغاية. على سبيل المثال، ينبغي أن نتأكد من عدم تصدير نحن أو غيرنا أي منتجات للصين يمكن أن تستعملها في قمع شعبها وأقلياتها. وبالمثل، لا ينبغي أن نستورد في هذا البلد منتجات من نتاج العمالة القصرية، بما في ذلك من منطقة شينجيانغ. نشرتنا متواصلة معكم وفيها بعد الفاصل. 10 سنوات على كارثة التسونامي التي أودت بحياة أكثر من 15,000 شخص، والصمت يسود اليابان في ذكرى الكارثة. ونتحول لمتابعة لأهم وأبرز الأخبار الاقتصادية، وحسام الدين عاطف. حسام، أشكرك محمد، شكرا جزيلا. أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى باقتنا الاقتصادية. أهم ما فيها، وزيرة التخطيط تؤكد تحقيق معدل نمو موجب بنسبة 2%، بالإضافة إلى انخفاض معدل البطالة إلى 7.2%. أهلا بكم من جديد. أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المؤشرات الأولية لأداء الاقتصاد المصري خلال الربع الثاني والنصف الأول من العام المالي الجاري 2020-21 والتي أعلنتها الحكومة هي مؤشرات جيدة في ظل أزمة كوفيد-19 التي أثرت على كافة دول العالم. جاء ذلك خلال استعراض مؤشرات الربع الثاني من العام المالي الجاري، حيث أشارت الوزيرة إلى أن الاقتصاد المصري استطاع تحقيق معدل نمو موجب بنسبة 2% في الربع الثاني من العام المالي الجاري، مع انخفاض معدل البطالة إلى 7.2%. إلى البورصة المصرية التي تبين أداء مؤشراتها خلال تعاملات جلسات اليوم وهي آخر جلسات هذا الأسبوع، وسط عمليات شراء من قبل المستثمرين المصريين والعرب، قابلتها عمليات بيع من قبل المستثمرين الأجانب. وسجل رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة مستوى 687.4 مليار جنيه بعد تداولات كلية بلغت بنحو 862 مليون جنيه. وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.15%، بينما ارتفع مؤشر EGX70 بنسبة 96%، وامتدت الارتفاعات إلى مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 78%. إلى تونس، حيث رفعت أسعار الوقود للمرة الثانية خلال شهر في إطار جهود لكبح عجز الميزانية ضمن سلسلة إصلاحات يريدها المقرضون الدوليون، حيث سيرتفع سعر لتر البنزين ليرتفع إلى دينار و955 من 10,000 من الدينار بعد دينار و995 من 10,000 من الدينار. وكان صندوق النقد الدولي قد حث تونس الشهر الماضي على خفض فاتورة الوقود والأجور والحد من دعم الطاقة من أجل تقليص العجز المالي، فيما يضع مزيدا من الضغوط على الحكومة الهشة في ظل أزمة مالية وسياسية حادة في تونس، محذرا من وصول العجز المالي إلى 9% من الناتج المحلي الإجمالي في 2021 إذا لم تنفذ تونس الإصلاحات. قال وزير المالية الكويتي خليفة حمادة إن ارتفاع إيرادات النفط في الآونة الأخيرة لا يغطي التزامات الميزانية ولا يؤجل أو يقلل من العزم لسن قوانين تهدف إلى توفير السيولة في خزينة الدولة. وأضاف الوزير أن سعر التعادل في ميزانية الدولة للسنة المالية 21-22 يبلغ 90 دولارا لبرميل النفط حتى يصبح العجز في الميزانية صفرا. وأكد وزير المالية الكويتي أن خطوات مثل إصدار السندات لا تعد حلولا إصلاحية، بل هي إجراءات مؤقتة يجب اتخاذها للوفاء بالالتزامات الفورية من قبيل الرواتب والدعم، والتي تشكل أكثر من 71% من إجمالي الإنفاق العام بالكويت. في أستراليا، كشفت الحكومة اليوم عن صرف 928 مليون دولار كحزمة اقتصادية لدعم وتحفيز السياحة الداخلية،
بينما لا يزال يحظر استقبال السياحة الدولية لمكافحة جائحة كوفيد 19. وأعلنت الحكومة أنها ستدعم 800 ألف تذكرة طيران محلية إلى 13 مقصد سياحي على مستوى أستراليا كلها، والتي تعتمد أساسا على السياحة الدولية، كما وفرت تقديم قروض منخفضة التكلفة لشركات السياحة الصغيرة. وتتضمن الحزمة 200 مليون دولار استرالي لدعم شركتي الطيران الاسترالية كوانتاس وفيرجن من إبريل إلى أكتوبر لمساعدتهما على دفع الأجور لديهم. وفي الصين ارتفعت مبيعات السيارات ب 365% في فبراير مقارنة مع نفس الشهر قبل عام، لتواصل مكاسبها للشهر الحادي عشر على التوالي، إذ تقود البلاد انتعاشا عالميا للقطاع من جائحة كوفيد 19. وكشفت بيانات من اتحاد مصنعي السيارات الصيني أن المبيعات بلغت 1.46% من المليون سيارة في فبراير. كانت مبيعات السيارات قد تضررت قبل عام في الصين بشدة جراء الجائحة بسبب فرض القيود على السفر في البلاد، لكن السوق بدأت تنتعش مجددا في الربع الثاني بجانب بقية قطاعات الاقتصاد الصيني، إذ تمكنت البلاد من السيطرة على فيروس كورونا إلى حد كبير. ومشاهدينا الكرام، إلى هنا انتهت وقفتنا الاقتصادية. عودة للزميل محمد عبد الله. تفضل محمد. شكرا لك يا حسام. أحيت اليابان الذكرى العاشرة لوقوع كارثة زلزال وتسونامي فوكوشيما التي ضربت البلاد عام 2011 وأودت بحياة أكثر من 15,000 شخص. إمبراطور اليابان ناروهيتو ورئيس الوزراء يوشيهيدي سوغا كان على رأس المشاركين في إحياء الذكرى العاشرة لزلزال وتسونامي وكارثة فوكوشيما النووية التي ضربت البلاد عام 2011. الإمبراطور ناروهيتو والإمبراطورة ماساكو وقفا دقيقة صمت في نفس التوقيت الذي بدأ فيه الزلزال في 11 من مارس عام 2011، والذي بلغت قوته 9 درجات، ويعد أحد أكبر الزلازل التي تم تسجيلها على الإطلاق، وأدى إلى تسونامي هائل اجتاح مناطق داخلية بعيدة ودمر بلدات وتسبب في انهيارات في محطة فوكوشيما النووية. أكثر من 18,000 شخص لقوا مصرعهم، معظمهم جراء تسونامي الذي أدى إلى ارتطام جدار مائي ارتفاعه 40 قدما من مياه البحر بالساحل الشمالي الشرقي لليابان بعنف، كما نزح ما يقرب من 500,000 شخص. وبعد 10 سنوات على الكارثة المزدوجة، لا يزال أكثر من 40,000 شخص غير قادرين على العودة إلى ديارهم، معظمهم من فوكوشيما، حيث لا تزال المناطق القريبة من المحطة المتضررة محظورة بسبب التلوث الإشعاعي. لم يتم تأكيد أي وفيات مباشرة من الإشعاع، لكن فوكوشيما تأخرت في جهود التعافي بسبب تأثير الإشعاع، حيث إن 2.4% من أراضيها لا تزال مناطق محظورة بالقرب من المحطة النووية بسبب المخاوف من مستويات الإشعاع. وقد أنفقت الحكومة حوالي 300 مليار دولار لإعادة بناء المنطقة، في حين يستغرق تفكيك المحطة المتضررة 10 سنين ويتكلف مليارات الدولارات. نشرتنا متواصلة معكم وفيها بعد الفاصل. جبلتين الإيطالية تحولوا إلى أكبر بركان نشط في أوروبا، وحمم البركان تثير الرعب في المنطقة. ونعود من جديد إلى حسام الدين عاطف، وهذه المرة مع أخبار الرياضة. حسام، تفضل محمد. شكرا لك يا حسام. تولت الانفجارات من جبل إيتانا في إيطاليا لتعلن تجدد نشاط أكبر بركان في أوروبا، مرسلة الحمم البركانية في الهواء. شهدت جزيرة صقلية الإيطالية عودة نشاط جبل إيتنا البركاني، حيث أظهرت لقطات مصورة سيلا من الحمم البركانية الهائلة التي قذفها البركان وسط انفجارات امتد سمعها عدة كيلومترات. وانتشرت سحب من الدخان والرماد في جبل إيتنا الذي يعد أحد أنشط البراكين في العالم والمحاط بالتجمعات السكانية، بينما ذكرت السلطات الإيطالية إن نشاطه لا يشكل أي خطر على القرى المحيطة بالمكان في الوقت الحالي.
ها أنا ذا أنظف السيارة والزجاج والمنازل والشرفات بعد أن أطلق البركان قذائف الرماد فضلا عن الحصوات الصغيرة. الجميع هنا يقوم بالتنظيف، هذا كل ما في الأمر. وكان الظن في الماضي أن لبركان إتنا فوهة واحدة، ولكن أثبتت الدراسات وجود عشرات الفوهات الخامدة، وهي في الغالب لا تنشط مرة أخرى لسماكة فتحاتها التي تغلفها الصخور والحمم في نهاية النشاط البركاني. وعندما يتجدد ذلك النشاط يبحث عن النقاط الضعيفة في أماكن أخرى، ولذلك تتكاثر الفوهات المتجاورة. سمعت صوت طقطقة من نافذة منزلي وظننت أنها تمطر. بعد ذلك تيقنت أنه الرماد القادم من بركان إتنا. وعندما ذهبت لأتفحص الشرفات وجدتها مليئة برماد بسمك 3 سنتيمترات. علينا الآن أن نزيل ما يقرب من 2000 كيلو من الرماد. ويعد بركان إتنا أعلى بركان نشط في أوروبا قاطبة، ويقع على ارتفاع 3324 مترا، ويغطي مساحة نحو 1250 ألف كيلومتر مربع. وكان آخر مرحلة نشاط للبركان في ربيع العام 2017 في مكان الثوران الأكبر له في شتاء 2008-2009. وختاما تذكرة بأبرز العناوين. رئيس الوزراء السوداني في القاهرة لبحث تعزيز التعاون مع مصر في مختلف المجالات. تقديرات دولية بتعرض 60% من سكان سوريا لخطر الجوع واحتياجه 90% من الأطفال لمساعدات إنسانية. مرور عام كامل على إعلان منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا وباء عالميا. نهاية النشرة، دمتم في أمان الله.